دكتور إبراهيم كريم، أهلا مؤسس بيك يا علم رب. الهندسة الحيوية. أهلا بيك معانا في مشوار قيم وثرائها وتفعيلها في القلب. التواضع معادلة، يعني إزاي الإنسان يقدر يتعامل معاها، يتعامل مع هذه القيمة، لأنه إلى حد ما بيبقى داخل فيها جهاد النفس. أحياناً فعلا الواحد بيوصل لمرحله من عطاء ربنا له في مجال معين، سواء المال او الصيت او الغنى او العلم او فده يخليه يقف امام التواضع، ممكن يختل التعامل مع هذه القيمه فيه. فازاي الواحد يبقى، نقول في بدايه نشأته، فاهم قيمه التواضع دي ازاي، وفاهم مهما يعني كان عنده من أحد عطايا ربنا وفرة فيها، فهو يستطيع بفهمه القلبي للتواضع إنه يفعل هذا أو يفعل هذه القيمة. شوفي يا علاء، دلوقتي أنت قلتي فهمه القلبي للتواضع. يعني إيه التواضع هنا؟ وربطتيها برضو قلتي بجهاد النفس، يعني ده الجهاد الأكبر. فالواحد بيفتكر إن الجهاد النفس، الجهاد الأكبر ده، حاجة صعبة جدا وأصعب من الجهاد الأصغر اللي هو إن الواحد الحرب والكلام ده. هو أصلا عايز أقول حاجة، مفيش حاجة اسمها جهاد أصغر بدون وجود جهاد أكبر. يعني الجهاد في الحرب لو ما كانش ضمن منظومة الجهاد الأكبر يبقى ليس جهاد، يبقى حرب وجرد بقى حاجات كده، بس ما تسمهاش جهاد يعني. طب الجهاد الأكبر هو أبسط من ما نتصور. الناس بيفتكروا إن الجهاد الأكبر ده إزاي أسيطر على النفس وأجمعها وأسيطر على الشهوات وأسيطر على كذا وأسيطر على كذا. لو أنا مخي دخل في الحاجات العقلانية وأساليب سيطرتها على النفس دي، صعبها لنا. كل ما هحاول أسيطر كل ما النفس هتقوى، والجهاد هيبقى فعلا صعب جدا، يبقى كفاح كده. لكن الجهاد ربنا سهلها جدا. ربنا خلى إن مجرد إن أنا أبص للقلب، القيم ظبطت لي كل حاجة. والجهاد مجرد تغيير وجهة النظر. احنا قلنا ايه؟ مش الاسلام، اسلام الوجه الى الله. مجرد ان قناع الشخصية بتاعي، ان انا شلت مخي منه وبصيت جوه، بقى هو ده ايه؟ بقى هو ده الايه؟ الجهاد. ليه؟ خلاص اتفعلت كل القيم، فالنفس خلاص ما طلع، الضمير طلع، فاتحلت كل المشاكل بتاعت اللي انا متخيلها انها مشاكل. ما بقتش، يبقى معناتها جهاد النفس والجهاد الاكبر هو تاثيره هو الاكبر، بس الوصول اليه سهل. هو اسلام الوجه الى الله، يعني الى القلب. فهي عمليه بسيطه جدا، تفعيل ده في التواضع. التواضع بقى هنا ايه؟ ما نفس الشيء. الإنسان لما يكون مركز على الحاجات الدنيوية، يبقى العلم الحديث بيخليه إيه؟ كل شوية يتخصص أكتر فيعرف أكتر. كل ما يعرف أكتر يقوم يتنفخ أكتر، شخصيته تقوى كل ما يعرف أكتر. بس هو بيعرف أكتر عن إيه؟ عن تخصص أضيق، لأن العلم كل شوية، كل ما التخصص يبقى أضيق كل ما الإنسان حس إنه عارف أكتر. لما التخصص ضيق خالص بقى الإنسان عارف كل حاجة في التخصص بتاعه، فما نعرفش نكلمه بقى، يحصل كده. بقى خلاص، بقى هو فاكر نفسه ما حصلش. فاحنا بنقول إيه؟ نفلت من العملية دي إزاي؟ لا، الإنسان بقى لو دخل إلى قلبه، لما يدخل إلى قلبه خرجنا بره الزمان والمكان، لقينا إن جوه القلب حينما يعقل بيعقل في معرفة حجمها الكون كله. فالإنسان بيبص يلاقي نفسه صغير جدا جدا جدا. لما أفاق وسعت بقى هو ولا حاجة. لا، لكن لما كان هو بالعقل
الافاق ضيقت، فكان هو كل حاجه، هو لقى نفسه دلوقتي في حته يعني قدره ربنا واسعه لدرجه ان هو بقى حاجه صغيره جدا. اول ما يحس بالاحساس ده يبقى فعل التواضع، بيحس ان ايه، ان انا صغير جدا. فلما احس ان انا صغير خالص يبقى هتعامل مع الانسان الثاني بتواضع. اهم حاجه في المجتمع بتواضع، بس اهم حاجه بتنقذ البلد بتاعتنا لو ايه، لو كل انسان مارس التواضع من الاقل منه او من المحتاج له في حاجه، عشان التواضع مع الاعلى مني فده محلسه مش تواضع. ما احنا عارفين يعني مسح بوخ ومحلسه، لا انا بتكلم على التواضع مع الاقل مني، مع اللي محتاج مني حاجه. عارفه لو كل واحد في مصر، انت مالكيش دعوه بقى ايه، مالكيش دعوه بالدوله، مالكيش دعوه بالشعب، مالكيش دعوه بكل حاجه، انا كفرد قررت ان انا اتواضع مع الاقل مني. لو انا ابتديت بس الكون هيتغير كله، ماليش دعوه بغيري، ماليش دعوه بغيري خالص. فالتواضع هنا بيهز الجبال ويبني الامم. فان شاء الله نحاول بمستوى فردي بسيط جدا ان نتواضع مع الاقل مننا، وكده هنبني الوطن بالقيم.